مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. حبيت نقول لكم الساعه راهي 6 تاع الصباح، ما راناش في الليل، رانا في النهار. اليوم جينا السوق الجمله الخضر والفواكه بالكاليتوس. التجربه تاعنا راح تكون مع ناس هما يعانيوا ويقاسيوا في البرد هذا باش يكسبوا لقمه الحلال. بلا ما نطول عليك تبع معنا. الروج يا فوسيلا شريطه. اي فوالا، كيما كنت تشوفوا معنا توغلنا ودخلنا لداخل السوق هكذايا باش نروحوا نعيشوا مع الناس اللي راهي تخدم بالشريطه، يعني ترفد الخضره والفاكهه بالشريطه. فوالا هاد العفسه انا واحد من الناس ما كنتش على بالي كيفاش تنخدم وشنو هما الكواليس تاعها. راح تعيشوها معايا ومع الناس هذوما اللي تخدمها. يلا راح نشوفوا والد والده يستنى فينا. هذا سيبو هيدا اخو، ها تشوف صح وش فيها هذا؟ هاي فيها 67 قول طفيت. السلام عليكم. صباح الخير خوتي، لاباس خير والد ياك؟ والد وش راك حبيبي؟ لاباس لاباس الحمد لله. بيان بون والد، احنا اليوم سي جي تاعنا ولا بالك ليكسبيريونس تاعنا، يعني التجربه تاعنا هي الناس ولا الخدامين هذوما اللي يخدموا بشريطه. انا واحد من الناس ما نعرفش كيفاش تسير الامور، يعني كيفاش يخدموا كيفاش الخدمه كيفاش تسير. فوالا انا مع والد، والد هو اللي راح يفهمنا اليوم كيفاش تمشي الامور. فوالا تفضلوا والد. تفضلوا هاي تعبك وراء السلعه تشوفوها. السلام عليكم. قول لي والد، حاجه الاولى تبدا بها صباح نبداو دوك نجيب شريط الريح هنا، نروح نستخدم سقاوة باقي هذيك باينة. ايه ومن بعد اللي كان تجي الريح هنا يعيط لي صاحبي في التليفون يقول لي وراك وين نتلاقى، ونقول له روحي كاطرفو. صح، وهي كيفاش تمشي الخدمة لهنايا؟ انا تمشي غير بال شغل اونطاكت، غير بالتليفون، غير بالمعرفة. تخدم غير بالمعرفة، غير مع صحاب العراب. صح، يقول لك راح جيب لي هذه سلعة، جيب لي هذه. قول لي والد واش راح نديرو دوك؟ دوك راح نجيب سلعة تاع السيد. سلعة هذه عطاها لك السيد اللي شفنا اللي كان معك من قبيل. روح نجيبو السلعة. اي والله منا منك 67. شيخ للسلعة، شوف لي السلعة تاع السيد تاع بدر. ايش قدر الدين الحراش، الله يسلمك. قدر الحراش 20 20. هذا هذه سلعة تاعو. هاي نادق نبداو احنا هايدا. قول لي شحال عندك لتماك ترفد؟ هاي اللي خدي كاع نرفد. نرفدوا كاع هادي؟ اه كاع نرفد. ماكش وحدك اليوم يا والي. هاي اعطيني شو هنايا؟ بون والد. هذه هي الشريطة تاعك. انا هذه هي الشريطة. الحاجة اللي حبيت نفهمها والد، كيفاش تفهموا؟ يعني قالوا لي بلي بالصندوق ولا ما على باليش كيفاش؟ هي دوك المعاملة كل واحد وكيفاش يتعامل، كل واحد كيفاش يحسب الصندوق. تاعنا ما نحسبش الصندوق. هما بصح فاهم لي هذه تاع الصندوق. هذه زعما كيما نقولوا كيما هذه الدوكوش يحسبوها 1500. كيما نقولوا 1500 صندوق واحد شحال شحال تحسبوه؟ الواحد يعني صندوق صندوق 15. ايه ايه هذا يحسبوه 15. زعما كيما نقولوا تخرج له هذه يحسب انت زعما نقولوا 10 تحسب انت على 15. شحال شحال طيح تسمى الفواياج هذيك 15000. 15000 بارك الله. بصح انا وشنو انا دوك درت سلعه هذه ونسات لي سلعه في 70 وبعد كل شهر جينا الهربين نتفاهم معاه السومه ديرك. زعما ما نتفاهمش مع هذه شحال وهذيك شحال. انت يعني طريقه تاعك خاصه. اي والله انا في نخدم مشاركين الهربين
نعطي له الفاتوره، الفاتوره نعطي له نقول له شحال، يقول لي شحال نعطي لك 200 ألف. طاكو راح نشوفوها واش قالنا والد دوك، راح نشوفها نعيشوها مع والد، نعاونوا خويا والد اليوم ما دامنا هنايا. والله يسترك خويا العز. دوك حنا ندخلوا الشريطه ونجيو. اوكي خو. فيها بزاف تبان ثقيله والد. اه فيها بزاف ثقيله، ماشي سهله، ماشي سهله. ثقيله بزاف. ثقيله ولا ثقيله. ولا شارج تاعها لازم تكون لو. وشحال تخدم فواياج كيما يقولوا في. تخدم اربع فواياجات، ثلاث فواياجات، كل فواياج وكيفاش. هاي تكمل ومن بعد تروح للدار. تسمى اربع فواياجات هكذا. اربع فواياجات اي والله وتروح للدار. يا خويا ربي. يا خويا ربي معاكم، واش راح نقول لك انايا. ماشي سهلة ها وليد؟ ماشي سهلة. الرجال اللي بتعملها لا لا. هذو ما العمال شباب. والد هكذا زادت قالت على واش كان؟ اه هكذا زادت قالت وخلاص السلعه هذه وانا شارجيت ما قبل. دوكا وين نروحوا والد؟ دوكا غادي ندو على الهربه. الهربه ندو نشارجوها في الهربه. اه والله ندو نشارجوها. اه والد لحقنا الهربين هذه هي. هذه هي الهربين. تسمع هذه اللي عطاها لك البون وتفاهم معاك وكذا. هذه السلعه جبتها الصباح ومازالت هذه، هذه الاخرانيه صاير. وكيفاش راح يستفها والد؟ هو يجي يعاوني فيها ويستفها. والد نبروفيتي شويه من الوقت يا اخو. والد عقدتش ديماري وخدمه لهنا اخو العزيز. انا نوض على 4:30. الله يبارك يا اخو. وخمسه نجري انا نسقاهم والد كل على ربي. وكل يوم كاينه خدمه اسمع كل يوم. كل يوم الخدمه ماشي كل يوم كاينه. انا هذا عندي 6 شهور وانا نخدم معاه. اه تما تتفاهم معاه. اي والله عندي مير وليمر هذا نخدم معاه توجور حياتي كومبلي نخدم معاه. ومن بعد نكمل مع هذا نروح نريح نرجع لبلاصتي. بلاصتك باينه. بلاصتي باينه كيما قطر. الشريطه تاعك. اي والله هذا صح. قولي الشريطه هذه كليتوها ولا تاعك؟ هذه نكروها. لا لا نكروها بلاكار تعطي له لاكار. باليطه نكروها بسلام. والشريطه هذه هي 15 فامي. تما عندك فامي فلا جورني. كل يوم يوميا. يوميا عندك 20,000 تخلص. يوميا تخلصها. ومن بعد اللي تبقى لك زعما تبقى 150 170 هذيك. ومن بعد كنستخدم مازال ما نروحش انا دوك نكمل انا. مازال ما نروحش جوات 10 ونص باش. هي خلاص 10:30 هاي. 10:30 هي خلاص تحبس الخدمه. وبعد قسمت نقرش 30,000 50,000 من عداد 40 من عداد والحمد لله. لا الحمد لله. طلع الجنية تاخر ما تروح. شنو والدي متعوبه شوي؟ متعوبه. باسكو راني نشوف اللي هاديه ثقيله اخو باش طبعها. فوالا كي تجي تشوف هي خدمه صح متعبه لانك ترفد وتحط ماشي حاجه سهله وزيد تخدم بهذه الشريطه. ربي يكون معاهم على كل حال يخدموا الخدمه هذه. و هاي تبان هكذا كيما راهي هاك والي. لانه راك تخدم وتخاف يعني تخسر السلعه تاع الناس ولا طيح كاش حاجه ولا شغل ماشي حاجه اللي تقدر دي.
وليد تخدم وتعس على الخضره تعس على كل ولازم تاكتيفي باش تخدم بزاف بواياجات هادو هما اللي لازم ديرهم انا هذا واش تعلمت اليوم لازم وليد لحقنا للاخره وتعمر الهربي الله يبارك حتى اللي حبيت نقولها باللي تجربة معك اليوم هي تخليك تعلم بزاف عفايس يعني الانسان ينوض صباح بكري باش يخدم ويجيب الرزق تاعو حلال كل حاجه ثانيه هو انه هذه متعبه بزاف خويا العز يعني ربي يكون في عون كل واحد يخدم كيما والد هكذا باسكو انا خدمت معك شويه عيد تعبت كذب عليك شو تعبت تتوسخ تتوسخ يصراو لك بزاف صوالح مي الحمد لله نقولوا رزق حلال هكذا والد الحمد لله نجيبوها بالحلال يا فوالا والد واش راح نقول لك انايا مو والد ما سقسيتوش على اللوج تاعو والد قال لي في عمره 24 سنه ياك والد 24 الله يبارك مازال صغير ربي يعاونك خويا وربي يسترك وحاجه بك حبيت نقولها يعني نشكر ثاني اعوان الامن اللي على السوق هذايا يعني يعطيهم الصحه وقفوا معنا اليوم وسهلوا لنا الامور الى هنا وصلنا الى نهايه العدد تاعنا اليوم نتمنى ان تكونوا استفدتوا معنا و تعلمتوا يعني واش معناتها هذه الخدمه وشنو هو التعب تاعها وشنو هو الجزاء تاعها على كل حال هي خدمه حلايلي يا ربي يعين كل واحد ينوض صباح بكري باش يسترزق والد ربي يسترك خوتي يعطيكم الصحه الله يسلمك تلاقوا في عدد الجاي ان شاء الله